ازاي تسيبه يروح لوحده يا ابو سنه؟ ازاي؟ ما انت عارف ايه ابنك يا حاجه، خميس دماغه انشف من ريق العطشان، غلوب تتحايل عليه ياخد معاه حد تاني غير الزوز؟ قال لي لا الزوز وبس. راح يحط ايده في جحر تعابين مسمومه. حلف ما تعدي الليله دي غير لما يعلم على النوح ورجالته، وخد الواد اللي مسكناه وراح له بيه. وايه اللي عرفه ان النوح وراها؟ ما هو الواد اللي مسكناه قر وجاي تقعد جنبي. عايزين اعمل ايه تاني يا حاجه؟ الخميس خلاص ما بقالوش كبير وصغرني الليله في حوارات كتير قوي، عايزها توصل ليه تاني يا حاجه؟ تاخد الرجاله وتروح على بيت النوح وتلبدله هناك لغايه ما يطلع. ما يصحش افندينا يبقى ظهره عريان في وسط ناس زي دي. ايوه يا حاجه بس ده كده. بقول لك ايه؟ ده امر، امر يا ابو سنه. هات يا جمال يا رب. حاضر يا حاجه. بنت مين؟ سعاد مراتك. اه انت امها؟ ايه مالها؟ موتوسيكل سواق اعمى خبطها الصبح وانا عماله ادور عليك من ساعتها لحد ما وصفوني هنا. منهم لله. يا خبطها ازاي وهي نازله من عندك؟ اه شفتها. ايه ايه ايه, إيه كملي طمنيني. وهي حبت عيني من ساعتها نايمه بتخرف. يعني الحمد لله ما ماتتش. اسمعي يا ست انتي من الاخر كده، بنتك ورقتها مع المؤخر زمانهم في الطريق وطلعوا بقى من نفوخي. ورقت ايه ومؤخر ايه؟ اللي انت بتقوله ده؟ من الاخر كده، البيعه كده بالنسبه لكم ربحانه قوي، وسيبيني بقى عشان اخيرا هعرف انام. روح ربنا ينتقم منك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اسمعوا عليك. وانت من اهلي؟ ايوه يا علي. عاوزك تجيب لي كل تفصيله صغيره وكبيره عن زياره خميس للنوح. يعني ايه ازاي؟ اتصرف يا علي. طيب مع السلامه. سلام. اهلا بسبع البرومبا. مساء الخير يا اما، عامله ايه؟ اعمل ايه يعني؟ قاعده زي قبل قطعه اهو، ده انا حتى العشاء ما اتعشيتوش. مش مهم بقى، المهم مراتك المحروسه كلت وملت بطنها وفي الاخر جايبه لي فصين برتقال. كلام ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يا بشاير بشاير. والله يا حبيبي لسه شايله الاكل من قدامها دلوقتي. انا كدابه بقى وست كبيره وبخرف، وانت ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ جاتك القرف؟ انت تايه عنها يا اسر؟ ما انت عارف ان التركي اكل دماغها. برضه اللي التركي اكل دماغها. انما يا بنت الحلاوه دي من امتى ده انت اللي هتاكل دماغي كده؟ لا وكمان عامله لك الاكل اللي بتحبه جوه. ده ايه طقم الحنيه ده؟ انت حبيبي بتتعب ولازم لما تروح ترتاح. اه لا كده انا اشك فيكي بقى يا حبيبتي. يعني بقى لنا كام سنه متجوزين وما شفتكيش ولا مره حاطه احمر واخضر. ايه اللي جد بقى عشان تعملي في وشك بلدة الالوان دي كلها؟ اصل بصراحه بقى من ساعه اليوم اياده كنت واحد تاني خالص. اهلا. مش هتدخل تغير هدومك ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، اصل انت النهارده خيالك شاطح لبعيد بعيد قوي. بص عاوز اقول لك على حاجه، انا جاي من شغل مهدول وظهري قافش عليا قوي، وبيني وبينك عايز اقعد مع عمي شويه. ماشي يا اسر ماشي، ابقى خلي امك بقى تنفع. طبعا هنفع، امال انت اللي هتنفعي؟ جاتك القرف. بص يا اسر، الراجل ده بيحب الست دي والست دي لحسه دماغه وبيغيظ بيها مراته الاولانيه، وهي بقى مشتاقله فيه. ما هو كل الرجاله كده، ما بياكلش عقلها غير النسوان. لا يخرب بيتك يا بغاوري يا ابن الكل. انت هتفضل قاعد كده جنب الشباك؟ ما تقوم تريح جسمك شويه بدل ما انت بتنزل طول الليل. ما تخلص يا ابني انت وبلاش لك هلع. انا جاي اشوش مغاوي. عملت ايه؟ لفيت لك في الحته كلها، مفيش حد عنده اصل. اصلي والله صيني، انا هتجوزه. خلص اخبط شوشه. طب اخلع خفيف. انا عايز اعرف انت بتتسير مع مين كل ده؟ يا سلام لو الناس تخليها في حالها.
يا راجل يا راجل، الحاجات اللي انت بتبلبحها ديت مش للي في سنك. لمي لسانك يا وليه انت واعملي لك قفله. انا خايفه عليك، الحاجات ديت اخرتها يا تسليم نمر يا هتعكس بدري بدري. ماشي يا دكتوره موجه بتزكي حقنه. انت بتتمارس عليا؟ ماما عاوزه استنى ما اشوف ابوك. انت عارف جوز خالتي سونا كان بيبلبع زيك كل يوم كده، واخرتها ايه؟ جابت دماغه. كوبايه شاي حبر. يوه هو ايه اصلا؟ ما الكوبايه هي قدامك ولا انت الشاي موصوف لك؟ وادي ام الكوبايه. اعملي بقى واحدة تانية تكون مشبرة للآخر، ما شوفش فيها خلق أهلك. أنا مش فاضية، هعمل الأكل الأول للعيال وبعدين أبقى أعملها كوباية الشاي الحبر. تعالى ولا منك لوح ساعدني. جاتك القرف مرة فقر. أوكي مستر لافلافاكس، كاتش يو ليتر، باي باي. خير؟ صحي بدري ليه يا قمر؟ مفيش، نومي متلخبط شوي. عادي يعني. طب كويس، قولي لي يلا كنت عايزاني في ايه؟ انا بفكر ارجع اسافر تاني. ايه يا فاري وسيبيني لوحدي؟ يا بابا احنا قاعدين في بيت واحد، بس كل واحد مننا في دنيا غير التاني. ده احنا بيعدي علينا ايام ما بنشوفش بعض خالص. عادي بقى مش فارق. ما انا سايبك تقابلي اصحابك اللي بتقولي انهم وحشوكي وانت وحشتيهم. انت عارف ايه اللي وحشني بجد؟ ماما. نفسي أحلم بيها، نفسي تجيني في المنام ولو مرة زي ما بسمع من ناس كتير. نفسي أروح أزورها في قبرها الله يرحمها. أنت تعديتي من مين؟ أنا عشان كده مسفرك بره على طول عشان ما أقعدش أسمع المواويل دي. جرية يا فيري، العمارة ناشفين والحياة ناشفة وإحنا لازم نغلبها. عموماً أنا مطلب لك مفاجأة هتخرجك من المدة. مفاجأة؟ مفاجأة إيه؟ ولا اقول لك ما تقوليش، انا فعلا محتاجه المفاجاه تخرجني من كل الملل اللي انا فيه. طب ما تعملي لي انت مفاجاه تخرجني من الملل اللي انا فيه، وتعزمي صاحباتك الامامير يلبسوا بيكيني ويبلبطوا هنا في البسين.